حياكم الله مشاهدينا الكرام بهذه التغطية الخاصة للنصر أثمان وبها شهداء وأحرار العالم يتحقق النصر. زفت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي الشهيد القائد الحاج أبو تقوى السعيدي بعدوان أميركي غادر، استهدف مقر الدعم اللوجستي بشارع فلسطين شرق بغداد، وحمل القائد العام للقوات المسلحة التحالف الدولي مسؤولية الهجوم الغير مبرر. الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حذر من هذه الاعتداءات وقال هذا الشيء راح يدفع المنطقة برمتها لمزيد من التصعيد اللي ما راح تحمد عواقبه. وطبعا العدوان صار بعد يوم من الانفجارات اللي استهدفت الطرق المؤدية لمرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان الإيرانية، وراح ضحيتها أكثر من 200 شهيد ما بين شهداء وجرحى. وبعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي القيادي بحركة حماس الشيخ صالح العاروري بضاحية بيروت الجنوبية، كل هذه الأحداث هي محطة مفصلية بمسار الحرب اللي صار لها أكثر من 3 أشهر بغزة، وممكن تنقل هاي الحرب لمستوى ميداني جديد. راح يكون ويانا بهذه التغطية ضيوفنا في الاستوديو الباحث بالشأن السياسي الأستاذ واثق الجابري، وكذلك الأستاذ مفيد السعيدي الباحث بالشأن السياسي. رحب بكم ضيوفنا الأكارم. أستاذ واثق، قصف متجدد للعدوان الأميركي مثل ما سمينا تغطيتنا، بالتالي هذا القصف هو سلسلة من العمليات العدائية للقوات الأميركية ولما يسمى بالتحالف الدولي المتواجد بالعراق، اختراق مقر وقصف مقر حكومي عراقي تابع إلى هيئة الحشد الشعبي ورئاسة الوزراء العراقية بمنطقة تتواجد بين 4 وزارات من وزارات الدولة ومنطقة تحاذيها مناطق سكنية. شلون نفسر هذا الوضع؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. طبعا هو اكيد العدوان الامريكي والاهداف التي جاء بها الى منطقه الشرق الاوسط يعني منذ تسعينات القرن الماضي الى اليوم هي واضحه، يعني من اجل الهيمنه على المنطقه وفرض الاراده، وبالتالي فرض الاراده يراد لها ان تفرض بالقوه. اليوم يعني ما تحدثتم به من عمليات التي حدثت خلال الايام اليومين الماضيين والى الحادثة الإجرامية التي حدثت اليوم في بغداد، طبعا هي أكيد حوادث متزامنة وأكيد مخطط لها. احنا نرى أن الكيان الصهيوني اليوم عندما يحاول أن يصنع نصرا يعني أو محاولة للتغطية على كم الهزائم التي مني بها، لكن كما يبدو أن الولايات المتحدة تحاول أن تتنصل من هذه الجرائم وتقول أنها لا تعلم بكل ما يحدث، سواء ما حدث في الضاحية في ما حدث في كرمان واليوم الذي حدث في العراق. المبرر لهذه الاستهدافات مع الحشد الشعبي قوى عسكرية عراقية تابعة لرئاسة الوزراء العراقية، شنو المبرر والذريعة لاستهداف مثل هذه المقرات؟ لا، احنا تحدثنا من القوات الامريكيه الان تدعي هي في العراق موجوده كقوات تدريب واستشاره، واحنا اليوم هذا ما موجود على ارض الواقع، لا هي قوات قتاليه بل قوات قاتله، اليوم هي تقتل بالعراقيين، استهدفت يعني قبل حادثه الشهيدين الحاج ابو مهدي المهندس والحاج سليماني، قبل هذه الحادثه هي بدات بسلسله من العمليات، يعني كانت في كركوك وكانت في القائم وثم كانت جريمة المطار وإلى اليوم هذه العمليات مستمرة. بالتالي الولايات المتحدة هي واضحة يعني بطبيعة أفعالها وإجرامها الذي تمارسه في العراق. بالتالي هذه الأحداث اللي صارت يعني خلال 3 أيام طبعا هي أحداث متزامنة ومدروسة. طيب، الولايات المتحدة والكيان هم يتحدثون من جانب أنهم لا يريدون توسيع دائرة الحرب ولا يريدون أن تتسع المعركة، لكن بنفس الوقت هم يعملون بنفس الوقت المعركة لداخل، وهذه طبعا واضحة يعني خلال الأفعال الأمريكية، يعني عندما يأتي وزير الخارجية الأمريكي إلى الكيان الصهيوني نجد بعد ذلك تحدث مجزرة، وآخرها بعد وقف إطلاق النار الذي بعد الهدنة حدثت مجزرة، وكانت الولايات المتحدة على أساس من خلال التصريحات تتحدث بنصح الكيان بعد. إذا نحكي على المستوى الداخل العراقي أستاذ مفيد، هذه الضربة تقريبا الضربة الخامسة بمدة أقل من شهر، واسط الحلة غيرها من المحافظات العراقية ومقرات الحشد الشعبي تعرضت للقصف، بالتالي هو سؤال واضح وبديهي ممكن كل عراقي يخطر بباله، سيادة العراق وين اليوم أمام الاحتلال الأميركي؟ نعم، تحية طيبة لكم جميع المشاهدين الكرام، ضيف الأستاذ واثق، نعزي عائلة الشهيد والأخوة في لواء 12 وجميع قيادة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة بهذا
الاستهداف وهذا الفاجعه الاليمه. واليوم ما تتكرر عمليه انتهاك السياده شيئا بعد شيئا من قبل القوات الامريكيه. نقول سياده العراق وين؟ احنا هذا السؤال ما باي اجابه لا من شخصيه سياسيه ولا من شخصيه مسؤوله بالدوله العراقيه. هسه تقول لي ليش ماكو؟ لان الاجابه عليها ربما يدفع ثمن باهظ بهذا الموضوع هذا. احنا عندنا قرار من مجلس النواب، قرار النيابي ممثل عن الشعب، كذلك هناك قرار الشعب، ولا يزال قرار الشعب هو يرفض وجود الاحتلال الامريكي واي قوه اجنبيه موجوده على الساحه العراقيه. هذا الامر انه لم يتحقق من قبل القوى السياسيه. انا اليوم اللوم يقع على القوى السياسيه العراقيه بحد ذاتها، لا الوم لا حكومه شخصيه رئيس الوزراء ولا وزيره ولا حتى التقارير ترفع من المجموعه الامنيه العسكريه. من القوى السياسيه الفاعله تشوفها مرحبه بالتواجد الامريكي؟ اول خيانه للسياده العراقيه هي عندما قام التصويت على قرار اخراج القوات الامريكيه. لا توجد القوه التكامليه الاخرى، المشهد السياسي قد امتنعت عن التصويت، حتى رئيس السلطه التشريعيه في تلك الفتره قد نزع منصبه من السلطه التشريعيه وجلس ولم يصوت. هاي خيانه بحد ذاتها لاخراج القوات الامريكيه والخيانه يعني للسياده العراقيه. باقي المكونات وطوائف باقي الشعب العراقي وممثليهم بمجلس النواب، حتى المكون الاكبر، حتى المكون الاكبر اللي كان حاضر هو من المناهضين لوجود قوات امريكيه في الساحل العراقي، وكانوا جميعهم من المقاومين قبل 2003 وبعد 2003. فهذه اليوم عدم هالاستهدافات هي لا يوجد هناك اراده سياسيه لنقول لامريكا انت مذنبه. لو كانت هناك إرادة حقيقية لاستعرضنا نتائج التقارير ما يخص استشهاد القادة في حادث المطار. أربع سنوات ولا زال التحقيق في أروقة اللجان التحقيقية ولا نعرف ما هو الشخصيات التي تقف خلفه. من هي الشخصيات؟ علم للشعب العراقي. وأيضا هذه شفاهات تستر من بعض القوى، نتيجة هو سينعكس سلبا على أدائهم. اليوم يستهدفون المقاومة ويستهدفون الحشد، وسيادة العراق غدا ستكون أنتم هي على جميعكم على نفس المسطرة. تسكت اليوم غدا ستكون في خانة المرمى. توجه لكل القوى السياسية، لكل القوى السياسية اليوم هي المسؤولة، لأن الانتهاك الأساسي للسيادة في حادث المطار هي قد اتفقوا عليها أن لا تخرج. وأربع سنوات نقطة الانطلاق صارت بالنسبة أربع سنوات من الحكم الموجود لم تعلن نتيجة التحقيق. فقط العام الماضي قالوا هناك شركة جاءت هذه السيارة وتجول حول الطائرة وخرجت، وشركة 4GS وهالمعروض ها لم تطلع أكثر من هالنتائج. هذا العام قالوا هناك بعض الشخصيات. من هم الشخصيات؟ بالتالي حتى هذه النتائج للتحقيقات هي يمكن مجاملة. يعني هاي الشخصيات اللي خلف الحادثة، يعني المنزل بهم من السماء. العراق ولود بالشخصيات القيادية تستطيع أن تقيد الدولة، فلماذا تستر على؟ أنا اللي عجبني في كلام واحد اللي هو قائد الناطق باسم العمليات بغداد السيد يحيى رسول، هل هي ذكاء أم تستر على الموضوع؟ عندما قال عمليات استهداف من قبل التحالف الدولي، كان بالتحالف يقول لأمريكا، فبقابل أمريكا أمريكا عدوا. الناطق باسم قائد العام للقوات المسلحة، نعم السيد يحيى رسول، بيان التحالف الدولي، قال التحالف الدولي الأبعد من هذا. اليوم التحالف الدولي وكل اتفاقية بالسابق يقول تضربون الأمريكان، أنتوا الأمريكان المحتلين، فالكل ينأى بنفسه عن الذهاب بهذا الصراع. طيب من أعلى سلطة سياسية ولا أقل حتى المواطن يقول المقاومة وحشد أنتم ضد الأمريكان وعملية تضارب. اليوم من قام بالعملية هو التحالف الدولي. طيب. وسمي رسما التحالف الدولي. نعم. إذن كمنظومة سياسية ومنظومة حكومية اليوم عليها أن تقف للتحالف. هو التحالف الدولي أشبه أستاذ مفيد اليوم أشبه بالغطاء. إحنا نريد هالمسمى هذا. نعم. طيب. أنا خلينا ننتقل للقراءة العسكرية مع ينضم لنا عبر الهاتف اللواء عبد الكريم خلف الخبير الأمني والاستراتيجي. رحب بك أستاذ عبد الكريم. استاذ عبد الكريم اذا الصوت واضح. الصوت واضح. نعم نرحب بك استاذ عبد الكريم. بالتالي مثل ما ذكرنا في مقدمه تغطيتنا، قصف متجدد واعتداء متجدد من قبل الجانب الامريكي بمسمى وغطاء التحالف الدولي. شلون قرات هذا الموقف اليوم والتفاصيل المحيطه بهذا الاعتداء العسكري، الاعتداء الامريكي بحق هيئه الحشد الشعبي وابناء الحشد الشعبي اللي مثل ما نعرف هيئه الحشد منظمة حكومية عراقية تابعة إلى الدولة العراقية؟ شكرا جزيلا، تحية لحضرتك وضيوفك الكرام. حياك الله.
الان الامريكان اعترفوا انه هم قاوموا بالضربه، يعني ماكو داعي احنا نقول تعال في دولي يعني. الامريكان بصريح العباره قالوا نفذنا ضربه ضد احد القيادات اللي متهمه بالقيام بهجمات ضد قواتنا. هذه يبدو ان الولايات المتحده الان اصبحت في خانه ضيقه يعني بعد سلسله الاعترافات وهذه الوقاحه. تستخدم اراضينا واجواءنا وايضا تستخدم موافقات العمليات المشتركه للقيام بعدوان وقتل قادتنا وابنائنا. هذا في التوصيف القانوني الان الولايات المتحده لم تعد حليف، لم تعد حليف من الناحيه القانونيه، لم تعد حليف بما انها استخدمت وسائل قتاليه خلافا للاتفاق والطائره اذا كانت مسيره او طائره مقاتله وايضا يعني تحمل اسلحه. الان اصبحت قد خرقت الاتفاق الذي تم بموجبه. ثاني احنا نتعامل ويا عدو اليوم، عدو متواجد بالداخل العراقي. هي الان وصفت نفسها هكذا توصيف، اولا خرقت الاتفاق. الاتفاق يقول مستشارين للدعم اللوجستي ولقضايا التدريب. ماكو مستشارين يعني دعم لوجستي وتدريب، يستخدمون طائرات مسيره او طائرات مقاتله ويقصفون مقرات القوات المسلحه العراقيه ويقتلون قادتها بحجج واهيه. انت عندك مشكله مع هذا القائد بامكانك قدم مذكره للسيد القائد عام القوات المسلحه وانت مرتبط به عضويا ومرسل بالعمليات المشتركه وتقول له اكو قائد اسمه فلان متهم بقصفنا والادله كذا. واكو اجراءات من الدوله باتجاه المنظومه العسكريه. بالتالي اليوم ماكو فد مبرر او فد قرار او فد قانون يتيح للقوات الامريكيه ارتكاب مثل هذه الجرائم بالداخل العراقي. هذا ما موجود بكل العالم من ادم لحد الان، يعني حليف يجي يقتل حليف، هذا هو اسمه حليف يعني. هم الان يعني هذه العنجهيه والصلف واتخاذ القرارات المنفرده وتخطي المنظومة العسكرية العراقية، وزارة الدفاع، قائد عام قوات مسلح، كل هذا ما يعني لهم شيء. يتخذ القرار بغرفة صغيرة وبعازم سياسي من وزارة الخارجية، تجي سطرة اقتلوا فلان، هذا ما ممكن يستمر. هذا إذلال المنظومة الدفاعية العراقية، إذلال القائد العام قوات مسلح وإحراج للدولة. يعني استمرارهم بهذه الطريقة يعني كل هذا لخاطر عيون نتنياهو يبقى بالسلطة. كل هذه الاساطيل والبوارج والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط والعمليات مع لبنان وفي العراق كلها حتى نتنياهو ما يزعل. بالتالي شنو اليوم استاذ عبد الكريم، شنو المطلوب اليوم من الحكومه العراقيه والقوى السياسيه الفاعله بالداخل العراقي؟ هو انا بحثتي من هالموضوع، المطلوب تحويل قرار البرلمان الى مشروع قانون حتى لو من 5 اسطر. لا يسمح ببقاء القوات الاجنبيه في العراق مهما كان الا بموافقه جديده وعن طريق موافقات تصدرها الحكومه العراقيه خطيا وهي التي تطلب. هذا بموجب الاتفاق. الحكومه العراقيه تقول انا ما اريد قوات قتاليه، انتم يعني فرض وجود على القوات العراقيه هنا والقيام بتنقلات ما بين العراق والسود مناشره. لا يسمح. أنا أشكرك الفريق عبد الكريم الخلف، عبد الكريم خلف الخبير الأمني والاستراتيجي لكل هذه الإيضاحات والمعلومات. أرجع لك أستاذ واثق، مثل ما قال أستاذ عبد الكريم اعتراف واضح من الأمريكان أنه إحنا اللي قصفنا، إحنا اللي ارتكبنا هذه الجرائم، ومطلب أعتقد واضح أنه تحويل مشروع القانون المصوت إلى مشروع قانون، تحويل قرار البرلمان. القوى السياسية اليوم في الداخل العراقي شنو منتظرة حتى تضغط على مجلس النواب ونوابها وممثليها وهم ممثلين الشعب لاتخاذ مثل هذه القرارات؟ هو بالأصل القانون أو القرار الذي اتخذ في البرلمان العراقي يعني هو متكامل يعني من كل الأوجه. يعني أولا كان طلب من الحكومة، من حكومة السيد عبد المهدي وموافقة البرلمان العراقي، بالإضافة إلى التظاهرات المليونية التي خرجت في وقتها وتأييد المرجعية بذات الوقت التي طلبت بإخراج القوات الأجنبية من العراق. اليوم يعني هذه القوات يعني هي تستهين بكرامة الشعب العراقي وبسيادة العراق، تتصرف هي كقوة قتالية، وهذه مو أول مرة أنها تتصرف كقوة قتالية. بالتالي إحنا اليوم إذا تحدثنا عن الشهداء فالشهداء هم طبعا هذا طريقهم، طريقهم الشهادة، ولا يعتقدون أنه
عندما يستشهد قائد انه تنتهي المقاومه، بالعكس هذه سيجذر المقاومه. واحنا نسمع يعني اليوم الاحداث اللي يصير بفلسطين، بغزه، في جنوب لبنان، في ايران، واستشهاد القائدين الكبيرين الحاج المهندس والحاج سليماني. يعني ما توقف الحشد الشعبي ولا توقف الجهاد ولا توقفت المقاومه. بالتالي احنا اليوم نسمع، يعني على الاقل نسمع قبل يومين عائله الشيخ صالح العارور عندما يعني عائلته اجابت، قالت هو يعني قالت نفتخر بهذا الشهيد، وهو دمه ليس اكبر من دماء الشهداء الباقين. بالتالي الكل ماضين بها طريق، لكن الولايات المتحده واستهتارها بالسياده العراقيه طبعا هذا يحتاج الى وقفه جاده بالحقيقه. القوى السياسيه الكل يعني بكل المكونات العراقيه، هذه استهانه بالشعب العراقي واستهانه حتى بكرامه طيب. المواطن اليوم لازم يكون موقفها صريح. القوى السياسيه الان اليوم حتى القوى اللي تطالب ببقاء قوات امريكيه للتدريب وغيرها، يعني ربما بعض المكونات نقولهم هذه القوات اليوم اللي تشاهدوها اللي تمتلك طائرات اف 16، تمتلك طائرات مسيره، اسلحه تقوم باستخدام يعني حتى صواريخ فيها استخدمت يعني في بعض الضربات، بالتالي هذه قوات مقاتله. ثم الاتفاق الموجود اللي بين العراق والولايات المتحده ينص على انه هذه القوات يعني حتى بوجود قوات التحالف ايام داعش يعني قبل الاتفاق الاخر انه هذه القوات المفروض لا تتحرك الا بعلم القوات العراقيه طيب. وباداره يعني باعلام قياده العمليات المشتركه. سؤالي بهذه النقطه استاذ مفيد، مستقبل العلاقات العراقيه الامريكيه بعد كل هذه الجرائم وين رايح؟ اكو فد علاقات، اكو فد رابط يربط ما بين ما نشوف احنا تحالف دولي يستخدمون الامريكان للقصف مواقع حكوميه عراقيه، نسمع بمساعدات بايام داعش، اتضح ان المساعدات هي لارهابي داعش، يعني وين الموقف الامريكي الساند للحكومه العراقيه وللشعب العراقي حتى نستمر بهذه العلاقات؟ شوف سيدي فاضل، الاتفاقيه الاطار الاستراتيجي من عندها ما رسمت شكل العلاقه ما بين العراق وامريكا بحد ذاته، هل كدوله انت محتله او كدوله صديقه وحليفه؟ اذا كنت محتله فواحدة اثنين ثلاثه، هاي واجباتك وهاي مهامك، واحنا واجباتنا وهاي مهامنا، وعندنا قوى مقاومه، وهالارسم الخارطه الحقيقيه. نعم كانت تحديات مرحله في تلك الفتره، وايضا الظرف المنطقه بصوره عامه يتطلب مساعده او مد اليد مهما تكون تلك القوى. بعدها تطور هذا الاتفاق واصبح هناك حوار استراتيجي وحوار استراتيجي اخر، وكذلك تغيرت الحكومات. هذه التراكميه اللي اصبحت وشوهت منظر العلاقه. اذا كنت في دوله محتله فانا يوجد لدي مقاومين، وهذا حق مشروع لاي احتلال لاي دوله. وان كنت دوله صديقه او حليفه كما هناك دول حليفه مثل العربيه. المواقف شو تقول؟ مواقف الامريكان من 2003 الى اليوم. الغريب بالامر يحتاج لها توضيح مثلا. الامريكا بالتصريحات يقولون احنا حليف وصديق العراق، هل الحليف مثل ما تفضل السيد عبد الكريم خلف الحليف يقصف الحليف وينتهي سياده الحليف؟ بالتاكيد لا. اذا هنا اصبحت الخارطه اليوم واضحه منذ العمليات مع داعش، يعني احسب واحده من العمليات على داعش عمليه استهداف الرتل الكبيره اللي خرج من الفلوجه، الضابط العراقي اللي استهدفه بعدها عوقب بهذا بالنتيجه بضغط من امريكا. هذا تصريح يعني نقراه حاليا انتشر على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، تصريح رويترز نقلته عن مسؤول امريكي: الجيش نفذ ضربه في بغداد ضد قيادي يعتقد انه مسؤول عن هجمات استهدفت القوات الامريكيه. يعتقد ممكن لا. مثل هناك الطرق القانونيه الذي ممكن مثل ما قبل فتره القي قبض على بعض الاشخاص اللي القوا على السفاره الامريكيه بعض المقذوفات، اذا الطريق القانوني هو الماشي، هو طريق العقل. بس امريكا لا تريد، بس امريكا تقول لك انا ما لا تريد ان تهدأ الساحه بصوره عامه في منطقه غرب اسيا بحد ذاتها، ونفس الوقت الهزيمه اللي منأى فيها في غزه يبحثون عن نصر مفتعل، وهذه العمليه اللي هي عباره عن نصر مفتعل بضغط من الكيان الصهيوني. اليوم كعراق بحد هذه اللحظه لا ان نرجع، لو نرجع من استهداف القاده قبل 4 سنوات، واحنا اليوم نعيش الذكرى الرابعه لهم، وهذه الذكرى هي تقريبا اليوم الاستهداف في مقارب. طيب اليوم علينا الحكومه ان تقف وتقول امريكا انت ليس عدوه، ليس صديقه، بل انت عدوه للشعب العراقي. ولا ماذا تسمي عمليه الاستهداف والترويع؟
ماذا تسمين عملية الاستهداف والترويع للسيرام؟ هذه العمليات المتكررة أنا قلت لو مطلوب هذا الموقف الطبقة السياسية. بس البيان اللي أشرنا إليه لمكتب رئيس الوزراء أو ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة سماه تحالف دولي بالوقت اللي الأمريكان يعترفون أنه إحنا اللي قصدنا. أنا ارتحت الكلمة التحالف الدولي صراحة غير صدر، رغم ما هو إبعاد الغطاء عن أمريكا وربما تخوفا من الضغط الأمريكي، بس أنا ارتحت اليوم من هذا القرار. ليش؟ لأن يعني اتفاق بيننا كعراق دولة عراقية وما بين التحالف الدولي. هذا التحالف استشارة وتدريب ومحاربة عصابات داعش الإجرامية متفق بنقاط. اليوم التحالف الدولي ينتهك السيادة العراقية، أنت انتهكت، أنا لابد أن ألغي كل الاتفاقيات. أمريكا يعني بناء على تجارب السنوات الماضية ما فهمت لغة أو ما تفهم أو ما تريد تمشي لا بلغة الاتفاقات ولا لغة القانون. أنا كعراق اليوم كصاحب، أنا اليوم صاحب القرار، العراق ترى هو اليوم صاحب القرار من وجود وعدم وجود، لم تخرجي فوجود مقاومة موجودة. هو أنا هذا اللي أقوله، وهذا ما تفسر خطابات اليوم قادة القوى السياسية. تصريح الشيخ أكرم اليوم واضح، سنصدركم جثة عفنة لا متفحمة. أكرم تصريح الشيخ همام قال أنه هذا الوضع وهذا التصعيد راح يودينا إلى تصعيد ما راح تحمد عواقبه، فبالتالي ممكن يكون الرد أقوى من كل مرة من قبل فصائل المقاومه. اليوم سيكون رد جدا قاسي، راح نتوقع تصعيد بناء على كل هذه الخطابات والتاكيد. طبعا هي شوفوا اكيد راح يكون رد، لكن قوى المقاومه هي ذكيه، يعني ما تتعامل بالرد الفعل والاستفزاز. طبعا احنا اذا نلاحظ يعني عمليه استشهاد القائدين يعني والرد الايراني، يعني بعضهم اشكل قالوا وين الرد الايراني، لكن الرد الايراني كان موجود. ما صار رد اساسا، كان رد اولا الضربه اللي صارت على قاعده عين الاسد والنتائج غير معلنه للخسائر. الشيء الثاني كل هذه الاحداث اليوم اللي اذا تشوف ما حدث في غزه في جنوب لبنان، ما يعني في من انصار الله الحوثيين في اليمن اليوم اللي وقفوا يعني القوافل المساعدات والاسلحه الى الكيان الصهيوني، هنا المقاومه كيف اوجعت وشتتت، يعني كل اذرع المقاومه شتتت جهد الولايات المتحده والكيان الصهيوني. اليوم هم يخوضون اكثر من معركه واكثر من مكان، لكن احنا نقول الولايات المتحده تتحدث تقول انه ما تريد توسع دائره الحرب، لكن هي بنفس الوقت هي تعمل. اليوم ماكو شخص عاقل في العالم يعرف ان هذه جرائم، لا نقول في لبنان واليمن وغيره والعراق، في غزه على الاقل الكل يعرف ان كل هذه الجرائم بسبب الولايات المتحده، بالتالي الولايات المتحده دوله مجرمه تقود الاجرام في العالم وتقود القتل والذبح والتهجير وافتعال الحروب الطائفيه. جانب الامريكي رد على فد احصائيه صدرت انه يقول لك اكثر من 115 هجوم صار على مقرات القوات الامريكيه من 17 اكتوبر لغايه اليوم. فبالتالي هذا الرد الامريكي بهذه اللغه لا هو مو صحيح. مو احنا قلنا الولايات المتحده، يعني هم تحدثوا يعني في يعني سابقا وحاليا يتحدثون انهم شركاء مع العراق، بالتالي الشريك ما ممكن انه يتصرف بعيد عن الشريك الاخر اولا، ثم هو موجود في الارض العراقيه، مفترض ان يتحرك بعلم الحكومه العراقيه. لكن احنا الان هي هذه القوات اللي موجوده عندنا بالعراق، احنا كدوله نعرف من هم هذه القوات؟ ما نعرف من اسمائهم اعدادهم آلية دخولهم وخروجهم. يعني هسه الطائرات المسيره متى دخلت الطائرات المسيره وبدات حروب طائرات المسيره؟ يعني مو قبل سنوات، يعني حديثه دخلت الطائرات المسيره. بعض المعلومات عن الطائره المسيره اليوم اللي استهدفت الشهيد ابو تقوي، يقول لك هذه الطائره مداها 40 كيلو وتقدر انه تشتغل وتنفذ عملياتها ب 40 دقيقه، معناها هذه انطلقت من الداخل العراقي. احنا الموقع داخل بغداد، واحد من داخل بغداد، احد يعني عندنا خلل امني بالعراق، يعني هي الاجواء العراقيه. العراق منع من التسلح الجوي من عام 2003 الى اليوم، وهذا ما تريد الولايات المتحده. لذلك الاجواء العراقيه مكشوفه، بالتالي هذه الطائرات تجي وتقصف وتضرب باي مكان. يعني احنا عندنا اكثر من ضربه، يعني حتى بعد الضربات اللي بوقتها السيد عبد المهدي قال هذه من اسرائيل، وبالتالي طائرات من داخل الحدود ومن خارج الحدود. لغايه هذه اللحظه احنا بالجو اعتقد اكو طيران، يعني موجود الطيران. لذلك الاجواء العراقيه وهذا سبب الولايات المتحده اللي هي تمنع العراق من التسلح وتمنع الحديث عن الدفاعات الجويه بشكل تام ومنعت العراق. ثم احنا اذا كان هو الاتفاق بين العراق والولايات المتحده حسب ما يسموه الاتفاق الاستراتيجي،
يعني هو ما يتحدث يعني فقط عن قضايا أمنية، يتحدث عن ملفات هواية من الملفات، لكن الحديث ما موجود عن الملفات الأخرى، مجرد اتفاق حبر على ورق، والحديث فقط والتصرف الأمريكي فقط بالجانب الأمني وبقاء القوات. احنا ما نريد نبرر للعالم ونجي يعني احنا بس للأسف احنا كل ما نحكي نتحدث انه هذه قوات أمنية وتابعة لرئيس الوزراء، احنا كعراق كدولة نختار ما هي قواتنا وشون يكون شكلها وش يكون اسمها، هذا ما معني به لا الولايات المتحدة ولا دول الخليج ولا أي فرد بالعالم، إنه إحنا شو نسمي، خلينا نسمي قواتنا، نسميها شرطة اتحادية، نسميها حشد شعبي، نسميها قوة ثورية، شرد نسمي، نسميها مقاومة. إحنا كعراق هذا بلدنا وهذه القوة، ثم المقاومة يعني حق مشروع، ثم يعني إحنا هذه القوة إحنا علينا أن نتذكر هذه قوة الحشد الشعبي اليوم وفصائل المقاومة. إحنا نتذكر عام 2014 كانت السيارات المفخخة في كل أنحاء العراق وبغداد وغيره، لولا هذه القوة الجهادية ما كان وصلنا إحنا للاستقرار والأمان والاستقرار السياسي والاستقرار. هذه قوة سياسية علي أن يكون نصب عينها هذه المواقف. طيب. هم ما كانوا يعني حتى أبناء الغربية أقصد يعني من المكونات الأخرى ما كانوا قاعدين ببيوتهم، كانوا تاركين بيوتهم ساكنين فنادق وقاعدين ببغداد وقاعدين يفترون بالدول، زين وهؤلاء يقاتلون ورجعوا لهم بيتهم وكرامتهم ورجعوا لبيوتهم. تعرف أهمية هؤلاء اليوم، تعرف أهمية الحشد الشعبي، تعرف أهمية هذه القيادات، فنشوف هذه الاستهدافات والاعتداءات المستمرة. هو الشهيد أبو مهدي المهندس قال هذه ذراعنا، إيدنا هذه، أكو واحد يجي يقطع إيده؟ ما ممكن، إحنا هاي قوتنا وإيدنا القوية، ما ممكن نقطعها، ما ممكن نضحي بها. أستاذ مفيد، هذه الاعتداءات مثل ما نكرر دائما أنه هي مو جديدة على الحشد الشعبي وعلى أبناء الحشد الشعبي، في كل مرة وعدد من الشهداء يرتقي بسبب هذه الاعتداءات، ونسمع المواقف، تصدر المواقف، تصدر البيانات. ما بعد هذه البيانات يعني اليوم نشوف أكو نواب حالياً قدموا طلبات لرئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة، فصائل المقاومة تستعد، القيادات والقوى السياسية مثل ما قلنا لغة الخطاب، أكو تصعيد صار، نتوقع أكو فد موقف موحد قوي ضد التواجد الأمريكي بالعراق. شوف البيانات والاستنكارات كلها كوبي بيست، هو عنده جاهز، عنده خانه الوفيات موجوده والاستهدافات ياخذها من يحاسبه منا مسؤول الاعلام مالته نزلتها للاسف. هذا الآية موجوده تلاحظها، ماكو تتغير فيها فقط التواريخ. اليوم لابد ان بهذه اللحظه الحاسمه، كان هي ولو نقول تاتي متاخرا خير من لا تاتي، تاخرنا في عمليه الاستهداف القاده، لكن اليوم علي ان يقف هذا نقطه شروع، نقطة بداية، لأن اليوم أنا قلتها حتى الأحزاب التي تقول مالي والدخول ما بين الفصائل وأمريكا وهذا الصراع، لا غدا سيأتي لك، سيأتي الدور عليك ويكون مصيرك أشبه بمصير أنت كطبقة سياسية بحد ذاتها. اليوم لابد أن يكون نقطة شروع هذا من عملية التواجد الأمريكي وقرار شجاع سياسي وينعكس على مستوى حكومي لإخراج القوات الأمريكية وانتهاء اليوم كل الاتفاقيات ما بين التحالف الدولي، موقف الخارجية العراقية بإدانة هذا كل إدانات، إرسال مذكرات، طرد السفيرة ورفض اليوم السفيرة، طرد السفيرة لأن قلت لك اليوم موجودة في بغداد، غدا راح تصير بالرمادي، غدا تصير في وتكون في أيضا في أربيل وفي جميع المناطق. طرد السفيرة العراقية هذا أقوى قرار شجاع يتخذ الحكومة، أو على الأقل تقدير يا أخي وجه رساله شديده اللهجه للسفيره، ما ادري تطردها، قلها رساله شديده، مو تعاي توضيح مثل ما كان بالاستهدافات السابقه، تعاي وضحي لنا، شو توضح لك؟ اقول لك انا عدوي انت فلان وفلان وفلان، وشيء مكون هم قالوها خوحتشوها الحج الشعبي وصفناكم بعد يعني شرق يقولون ما في كل مره، لكن ادز رساله تعاي يا سفيره وضحي لي توضيح. لا اليوم على الاقل تقدير يكون في شجاعه يقول رساله شديده اللهجه. زين. لو هاي موجوده هم نقول يا بتثلج قلوبنا شويه، اكو فد احمرار عين بوجه هذا الطاغوت الموجود، ودع لفصائل المقاومه تقول ما تقوله. اليوم لابد ان نعطي الضوء الاخضر وندعم فصائل المقاومه باخذ حق ثأر الشهداء. مو اكو عندك اطراف تقول لك لا فصائل المقاومه هي المتسببه بهذه الاعتداءات. أحسنت. ليش راحوا قصفوهم؟ احسنت، انا هذا اللي من ساعه عودا على بدايه حديثي قلت لك يحيى رسول قال تحالف دولي. بالسابق يقول الامريكان وفصائل وانتم حشد بيناتكم طيب، الله وياكم ما لنا شغل بيكم. اليوم الحكومه تقول تحالف دولي، فتعال يا تحالف دولي تقصد تنتهي السياده. انت يا راعي الرسمي للدستور، يا رئيس الجمهوريه، يا صاحب القرار التنفيذي،
يا قوة سياسية الذي بيدك ريموت التحرك لكل السلطات الموجودة بيدك، عليك أن تقفي عند هذه النقطة، عند هذا البيان الصريح. اتحاد الدول لا يوجد هناك اتحاد، وانسف كل الاتفاقات الموجودة وارسم خارطة جديدة للتعامل الأمريكي مع الساحة العراقية. إن كنت دولة حليفة أو صديقة فعليك نقطة واحدة اثنين ثلاثة، وإن كنت دولة عدوة فتح الباب المفتوح لفصائل المقاومة هي من والسلاح ومن يقول كلمته في هذا المكان، وإلا ستبقى هذه خارطة الاستهدافات، وغدا ستستهدف السودان وتذهب على رئيس الجمهورية وعلى الوزراء، ويقول معلية غدا راح يطيح بيها. والاستهدافات مو فقط بالعراق مثل ما قلنا، اكو استهدافات لقادة في بلدان محور المقاومة، وهذا كله صنع العاروري وربوي انجاز لي ونجادة لاسرائيل من المستقع الذي سقطت فيه. هذا اللي اسال عليه، كل هذا دلالات لارتدادات طوفان الاقصى واللي صار بغزة اليوم انتقل الى محور المقاومه وبلدان محور المقاومه. لا طبعا اكيد، هي يعني انا قبل شويه اشرنا انه هل ايران ردت؟ ردت. احنا اليوم نعرف هذه المقاومه شلون تاسست وشلون سلحت وشلون دربت، وبالتالي هذا محور المقاومه هو جسد واحد يتحرك ويؤمن بالجبهه الواحده. هو هذا دليل هزيمه الكيان اليوم. نعم، نقل العمليات بالداخل. نعم، هو تصدير الازمات الى الخارج. بالتالي هذه العمليات اليوم اللي احنا كل العمليات اللي تقوم بها اسرائيل الكيان الصهيوني معناه باذن من الولايات المتحده. هذه العمليات من موقع قوه انه اليوم الكيان الصهيوني قام يستهدف في الداخل العراقي، ام انه هذا من موقع هزيمه واسباب هزيمه في غزه؟ لا اكيد وفلسطين. هزيمه، وبنفس الوقت القياده الصهيونيه نتنياهو واليمين المتطرف الموجود في الحكومه الصهيونيه طبعا هؤلاء يعرفون ان نهايتهم بنهايه الحرب. اليوم اذا توقفت الحرب يعني هو الان هم يعتقدون انه هذه العمليه يعني الان اهداف المعركه غير واضحه، يعني ما نعرف هم لماذا يقاتلون، لماذا يقتلون الاطفال والنساء ويستهدفون المستشفيات والبنى التحتيه. يعني اذا يتحدثون عن الافراج عن اسرى فالقضيه ما ممكن انه يفرجون عن الاسرى، وهذا حتى بالداخل الكيان مواطني كيان انه يؤمنون انه بهذه العمليات العسكريه ما ممكن انه تفرج عن اسرى. هل بينما تمسك التفاهمات مع هل استطاعوا ان يمسكوا ارضا؟ يعني احنا اليوم 90 يوم تقريبا لحد الان لم يمسكوا ارضا. انت تشوف حتى العمليات اللي نشوف العمليات البطوليه من يعني من نقطه صفر، يعني الجنود كانما هم داخل الدبابه حتى راسه ما يمده من الدبابه، بحيث يجي مقاتل ويوصل للدبابه ويخلي ابوه ما يعرف لانه خاتل داخل الدبابه. بالتالي هم منهزمين خائفين، الخسائر اللي تكبدوها خسائر كبيره لا يستطيعون ان يعلنون عنها. لذلك هم يحاولون قدر الامكان صنع نوع من النصر الوهمي، لكن بنفس الوقت هذه الاحداث تزامنت مع احداث يعني الذكرى الرابعه لاستهداف قائدي النصر اللي هي حادثه المطار. طيب، الشهيدين قبل ربما يحاولون ان يغطي يعني محاوله تغطيه على هذه الجريمه. احنا اذا تحدثنا اذا بالداخل العراق، يعني وقبل شوي الاستاذ مفيد اشار يعني وين التحقيقات؟ التحقيقات احنا اليوم اكو مشكله عندنا بالعراق، احنا هسه التحقيقات الجريمه واضحه ومبرزات الجريمه واضحه، وترامب بنفسه احترف بارتكابه الجريمه. نفس اليوم لكن احنا اليوم نريد نعرف من العراقيين اللي متورطين، منو اعطونا اسماء العراقيين المتورطين على الاقل من الاجهزه الامنيه. احنا خلينا نعرفها بالعراق عندنا، اي موضوع خليه بلجان وراح تسوى في الموضوع من ذاك الوقت. لا هي هذه من 2020 اليوم اصبحت اللجان مدافن او مقابر القضايا. قبل فتره نسال الاستاذ مفيد لما تكون عندنا تغطيات عن معركه طوفان الاقصى وغزه والاحداث والجرائم اللي يرتكبها الكيان الصهيوني ورد المقاومه وهذا الاسلوب الشجاع من المقاومين الفلسطينيين، نسال عن مساحات المعركه اليوم. مساحات بوقتها نسال انه مساحه المعركه راح تتوسع، راح تنتقل لباقي البلدان. اليوم صار هذا الموضوع امر واقع انتقلت، وبالتالي الحرب ضد الكيان الصهيوني وضد الامريكان يشمل كل بلدان محور المقاومه. منذ انطلاق العمليات 7 اكتوبر قلنا توحدت ساحه المقاومه وتوحدت الساحات جميعها. فاليوم ما يحدث في العراق هذه العمليات تؤكد هذا الموضوع. هاي عمليات دليل على ما قلناه في الفتره السابقه. نفس الوقت اليوم ايضا كدول الجوار عليها ان تاخذ الحيطه والحذر من الغدر الامريكي. اليوم الاستهداف حتى ما حدث في ايران يوم امس هو كان ايضا بعمليه امريكيه صهيونيه، غدا ستطال جميع المنطقه. اليوم الكيان اللي هو يركز من وقف معه ومن وقف ضده من جميع الدول، فاخذ يوسع هذه الحركه ويوسع هو
اللي يريد ان يصنع على نصر يبرز به على الوضع الاعلامي، مثل ما ترامب عندما وصل الى نهايه حكمه فبحث عن نصر لا يوجد سوى ان يستهدف، وهو يعرف خطوره الموقف باستهداف قاده نصر وانتهاك السياده العراقيه. اليوم هم يعرفون خطوره استهداف السياده ويعرفون رده الفعل ستكون عنيفه، لكن هم يبحثون عن هذا الشيء، قائد هنا وعمليه في طهران وعمليه في مكان او في سوريا وتتجددها نتيجه هناك ايضا هناك عدم انسجام ما بين اللوبي الامريكي واللوبي الصهيوني في ابقاء العمليات من عدمها داخل غزه، بعضهم والضغط الاكثر يذهب باتجاه ان تنتهي العمليات واعلان انهاء الحرب من الجانب الاسرائيلي. هذا نتيجه ما لاقوه من هزائم مريره في الساحه. فوجدوا بس هم ما يقدرون يوقفون الحرب باعتبار انه اهدافهم ما تحققت. هذا الموجود اليوم تحقق. هذا الموجود اليوم عندما اقول استهدفنا قائد وتقوى السعيدي من هو صاحب لا هم حسب السيناريوهات الموجوده، احنا بسرعه هم اصحاب سيناريوهات ومن السهوله يقتنع بها الاطراف الاخرى. يقول قالت امريكا انتهت، حتى عندما من ساعه تصريح رويترز بعض القنوات قالت رويترز، هو رويترز مو شيء منزل من السماء حتى اتخذه. هذه هناك مصادر صنع الحرب الناعمه وتسييرها على الشعوب، اصبحوا اي شيء يصدر من شيء اسمه امريكا ويقتنع به الجميع. حتى اقتنع الجميع بان امريكا لا يمكن ان تقهر، الكيان الصهيوني لا يمكن ان تقهر. يابا تعال شوف مجاميع، ما نقول المنظمه مثل ما يوجد جيش منظم ونظامي، قد هزمت تلك تقولون عنها منظمه. لدينا فصائل مقاومه، هذا اشخاص هذا معدودين واراده. بالتالي ب 7 اكتوبر بددت ابطال حماس والمقاومين الفلسطينيين يعزفون بدراجات قدروا يعبرون الجدران الكيان، الطرف الاخر الامن السبراني، الطرف الاخر ليش يمشي مامن ويقصف براحته؟ لان يعرف بيده القوه الناعمه في الساحه العراقيه، واي قرار شجاع قوي يصدر من الوضع السياسي راح يكون اكو رفض له، ستكون بالمقابل. وابسط نموذج صدر لنا هي عمليه تظاهرات واحتجاجات عام 2019، فيكون مصيركم بهذا الاتجاه. لكن نحن نحتاج ان تكون هناك مثل ما احنا نقول الاطار التنسيقي جاء نتيجه ربما انا اقول نتيجه صدفه. طيب نتيجه الضغط السياسي ولد هذا الاطار، ان تكون القوه السياسيه طيب والقرار السياسي الموجود في صيروره هذا الاطار التنسيقي يجب ان تتوسع اكثر. طيب ولان هو اليوم المتهمين وهم صاحبين الاتهام، انت صاحب القرار الحكومي في الواقع، فانت المطالب من عندك فانت المطالب باتخاذ القرار. اذا ارجع لي الموقف اللي انتقلنا للمحور الثاني، محور وموقف بلدان محور المقاومه، يعني تصريح السيد حسن نصر الله بكلمه الى البارحه قال انه راح تصير حرب بدون ضوابط. يعني حرب بدون ضوابط هنا شنو دلالات هذا الموضوع؟ يعني شلون نفسره انه حرب بدون ضوابط اليوم راح تكون العمليات نفسها اللي موجوده في العراق، في سوريا، في ايران، ممكن تصير اكو عمليات، وممكن حتى التفجير اللي صار بكرمان هو جزء من هذه العمليات، راح تزيد هذه العمليات وراح تكون الحرب بشكل اوضح خلال الايام الجايه؟ نعم، يعني هي المعركه والضربات التي كانت من محور المقاومه كانت ضمن قواعد الاشتباك، يعني انه ضربات نوعيه يعني بقياسات محدده، يعني ربما تحاول ان تشاغل او تؤثر بشكل او باخر على الجانب الصهيوني والامريكي. لكن بهذه الضربات الاخيره للكيان والولايات المتحده طبعا هو تجاوزت الخطوط الحمراء وتجاوزت كل قواعد الاشتباك. احنا اليوم من يتبع بهذه الحرب للتوسعه؟ من يتبع بهذه الحرب هم اليمين المتطرف، الحكومه الصهيونيه واللوبي الصهيوني الموجود في داخل الولايات المتحده، هم هؤلاء من يدفعون بهذا الاتجاه، باعتبار اذا الحرب انتهت بهذا الشكل وبهذه الصيغه ستكون لن يقوم للكيان الصهيوني قائمه بعد اليوم، وانكسر وانهزم وسوف لن يستطيع ان يرعب الدول او يلحق بعض الدول بقطار التطبيع والى ما شابه ذلك من الدول، الخضوع والاستسلام واتفاقيات ما يسموها السلام وانا اسميها اتفاقيات الاستسلام، لن تكون هنالك اتفاقات للسلام، وضرب كل المشاريع السابقه واللاحقه للولايات المتحده والكيان الصهيوني. بالتالي الكيان الصهيوني وهذا اليمين المتطرف هو الذي يتبع بتوسعه دائره الحرب، وربما يعني بعض المواقف يعني حتى في هنالك نوع من تراجع بعض المواقف السياسيه الامريكيه، لكن
يبدو أن اللوبي الصهيوني هو الأقوى والمؤثر الذي يدفع بهذه الاتجاهات. الولايات المتحدة بشكل رسمي تتحدث عن أنها لا توسع، لا تريد توسع دار الحرب، لكن الواقع الواقع اللوبي الصهيوني هو الذي يفعل، هذا اللوبي هو المسؤول عن هذه العمليات. يعني أعتقد بالأخير أعتقد أن نتنياهو وحكومته لو توقفت الحرب الآن، وهي طبعا من مصلحتهم إذا توقفت الحرب لأنه سوف يقدمون خسائر أكثر ولن يحققوا نصرا، لكن هم يعتقدون إذا توقفت الحرب سوف يتهمون ويلقون في السجن وتقال الحكومة. بعد كل عملية وبعد كل جرائم الكيان الصهيوني سواء في غزة أو في أي بلد من بلدان محور المقاومة وحتى العراق، بعد كل عملية يكون الخطاب أقوى من قبل الشعب العراقي، من قبل فصائل المقاومة، من قبل المسؤولين عن هذه الفصائل. شنو نتوقع خلال الأيام الجاية؟ أنه هذا الخطاب راح يبقى خطاب منفرد، خطاب شعبي، خطاب مقاوم؟ نتوقع أكو تعزيز لهذا الخطاب حتى يكون الموقف أقوى باتجاه التحالف الدولي مثل ما يسمى والأميركان؟ نعم، ربما هناك مجلس تنسيق الفصائل المقاومة موجود، هذا واضح، هو التصريحات أيضا تأتي بالتنسيق، العمليات تأتي بالتنسيق، لا يوجد هناك فصيل يعمل دون آخر بقدر ما يكون عمل تكاملي وفق نقاط محددة وأهداف مركزة ودقيقة. اليوم اختلفت قواعد الاشتباك واختلفت مكان اللعب عما كان في المرحلة السابقة. الإمكانية قد تطورت وتطورت التكنولوجيا الموجودة، وأيضا محاولة جر بعض القوى المقاومة إلى جر الساحة السياسية، ربما هذا أيضا جنبة إيجابية لفصائل المقاومة لا تدخل في الجانب السياسي حتى لا يقولوا رجل ويانا ورجل علينا في لبعض المشككين والمرجفين. أنا أقول قادم الأيام ومن اليوم ستكون هناك تكثيف للهجمات والاستهدافات الدقيقة لجميع القواعد العسكرية الموجودة بعين الأسد وحرير، كذلك التحركات السفيرة ستكون في خانة الرصد الموجود. يعني اليوم تطورت العمليات، تطور تحركات السفيرة ستكون مرصودة بدقة، ويكون هناك فصائل مقاومة اليوم أو غدا خلال اليومين المقبلين ستكون هناك ضربة موجعة للولايات المتحدة الأمريكية في الساحة العراقية. الرد العسكري أستاذ وافق وحده كافي؟ يعني فصائل المقاومة أكيد يعني عندها فد، مثل ما ذكر أستاذ مفيد، عندها فد مجلس وعندها فد اجتماعات وعندها فد قرارات راح تكون كرد على هذه الاعتداءات. اليوم الرد العسكري وحده كافي باتجاه هذه الاعتداءات؟ لا طبعا، هو يحتاج الى رد دبلوماسي والتعامل بالمثل ايضا وقطع العلاقات، لكن احنا نعرف ان القرارات يعني المفروض حتى قرارات المجتمع الدولي، لكن احنا نشوف اليوم المجتمع الدولي مكبل من اتخاذ اي قرار تجاه هذه الجرائم التي تحدث في غزه، فكيف ما اذا كانت في العراق؟ بالتالي احنا عندنا خطوات اساسا اتجاه هذا المجتمع الدولي، اساسا المحاكم الدوليه بحق هذه الجرائم؟ ما اعتقد، انه احنا اولا العراق يعني مفترض ان نقدم شكاوى بهذا الخصوص، لكن العراق ليس عضوا في محكمه العدل الدوليه، وقد قدم في زمن اياد علاوي اراد ان يكون عضوا في هذه المحكمه، لكن الولايات المتحده والاراده الامريكيه منعت من ذلك، وباعتقادي انها كانت لها نوايا مسبقه بارتكاب جرائم، وبالتالي القوات الامريكيه كانت والسابقه واللاحقه كانت يعني يمنع الاعتداء على هذه القوات، وتحاسب حتى القوات الامنيه العراقيه في حال الاعتداء، ولها حصانه في داخل العراق، وهذا مخالف لمفهوم وجود قوة. يعني كانت قوات احتلال مفترض ان يكون لها مقاومه، هذا موجود في الشرائع والقوانين الدوليه، يعني من حق الشعوب ان تقاوم هذه قوات الاحتلال. الان القوات هي ايضا قوات احتلال، لان احنا نشوف انه مو قوات صديقه او حليفه او قوات جاءت لنصره العراق للقضيه، لا، هي الان تمارس سياسات وتمارس حرب داخل العراق وتستهدف قوى عراقيه، واحنا يعني حتى الحكومه العراقيه، يعني الحكومه العراقيه في اكثر من بيان، يعني ذكر السيد محمد شاه السوداني كان واضح، يعني احنا اذا يعني مثل هكذا عمليات اذا كان اكو استهداف للقواعد الامريكيه، احنا كحكومه عراقيه نحاسب، مو انتم يعني مو الولايات المتحده التي تقوم بالرد، بالتالي سياده العراق وين؟ الحكومه العراقيه وين؟ قوانين العراق وين؟ احنا عندنا قوانين وعندنا اليات وعندنا ادوات، ممكن احنا بالتالي يعني امريكا ما جاي تعتبر كل هذه القوانين والسياده العراقيه. امريكا لا تحترف بالشعوب ولا تحترف بالقوانين، وهي تعتبر القوه هي يعني السلاح الوحيد
إدارة الحكم في العالم. بالتالي هي الآن أي مكان في العالم الولايات المتحدة تتحرك دون إذن دولي ودون قرار دولي، هي الحاكم أي شخص وأي منظمة وأي مؤسسة وأي دولة. نجد الولايات المتحدة تتدخل وتشكل تحالفات. هي من تسعينات القرن الماضي سمت النظام العالم الجديد الذي رأت لنفسها أن تكون قائدة لكل التحالفات الدولية. بالتالي هي تشكل تحالفات دولية متى ما ترتئي ومتى ما يتناسب مع سياستها. نشوف احنا يعني اليوم حتى هذه القوات اللي موجودة، القوات الحليفة الموجودة، العراق ما يحتاجها ولا الولايات المتحدة يحتاجها، لكن هي تحتاج أصوات اليوم. مثل ما هي الآن من التحالف اللي تريد تسوي يعني تجاه اليمن، هي ما تحتاج، عندها قوات وعندها أسلحة وعندها منطقة، لكن هي تحتاج إلى شيء من الأصوات الدولية. لكن احنا المجتمع الدولي للأسف، هي يعني الدول الكبرى للأسف هي الآن ما ماخذ مواقف صريحة. يعني عندنا روسيا، عندنا الصين، فرنسا، هذه مخرطة مع الـ مع الـ مع, الـ مع الولايات المتحدة. بالتالي هذه الدول أيضا مو صريحة وما لا تستطيع أن تتخذ قرار أمام يعني القرار. إحنا كموقف عراقي صراحة عندنا اتفاقية إنهاء التواجد عام 2011، صار الظرف داعش، رجعوا مرة ثانية بمسمى جديد. عندنا تصويت بعام 2020 لإنهاء التواجد الأمريكي بالعراق، فبالتالي احنا اليوم نحتاج اتفاقات جديدة وقرارات جديدة، أمنا نحتاج طريقة ثانية حتى ننهي هذا التواجد بشكل كامل. هي احنا دائما نلقي اللوم على الوضع السياسي، انا قلت تكلمت في الوضع المقاومة والقوى الصلبة، وايضا بنج اهداف موجود للمقاومة، كذلك هم الامريكان لديهم بنج اهداف واسع، وزاد كل ما حتى الجول عليهم دخل ضمنها، لكن مصنف أليف وباء حسب المرحلة. بالمقابل لازم ان يسير الطريق الدبلوماسي والطريق السياسي بنفس مسار وقوه الطريق القوى الصليبه الموجوده. كذلك لابد ان نهيئ ارضيه شعبيه ايضا تصد كل من يحاول زعزعه الوضع الساحل العراقي كما حدث في احتلال تشرين. اليوم نحن ربما مكبلين في شيء مثل القوانين الدوليه والدولار واستيراد النفط، هذه كسره الظهر الموجود للوضع الحكومي العراقي. بحاربك باكثر من جانب. بحاربك باكثر من جانب، انا هل عندي استعداد؟ نعم انا عندي استعداد، ومن خلال ابرز مكان من القوى العدي عندي مرجعيه رافضه. والامريكان يقفون نقطه حمراء، هذه نقطه المرجعيه المباركه. اثنين الشارع ايضا يقفون ويحسبون حسابات للشارع العراقي. طيب. يقفون امام القوى القويه اليوم اللي استهدفت هو الحشد الشعبي والمقاومه العراقيه، ايضا يقفون عند هذا. اذهب باتجاه مكان من القوى العدي، ايش عندي من اذرع قوه تنزل على الساحه؟ لكن هذا من يتحدث بهذه اللغه وهذه السيناريو لابد ان يكون مسند من الظهر. نعم. من القوى السياسيه من جميع الفرقاء. حتى يستطيع السيد السوداني او تستطيع المنظومه السياسيه ان تتحدث. طيب. عن ليش في الاطار التنسيقي اذا الوقفة والمحنة الذي وقفها في المرحلة السابقة لابد أن تروب نفس القوة ونفس الصلابة في مثل وقف لعملية الاستهدافات الموجودة، حتى نستطيع أن نرسم سياسة على الأقل، على الأقل تقدير، ولو هو معيب علينا نقول على الأقل تقدير، أرسم خارطة جديدة للأمريكان الموجودين في الساحة العراقية، على الأقل تقدير حتى أعرف راسم رجليه. أخذ جزء من بيان وزارة الخارجية تقول بها العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية. يعني شنو نتوقع ممكن من الحكومة العراقية؟ هذه احنا ما يحتفظ بحقه، وهذا بيانة الشجب والاستنكار، ما اعتقد يعني انه هو بيان طويل لوزارة الخارجية يعني، بس هذا الجزء الأخير. هذه يعني العراق يحتفظ إلى متى يحتفظ العراق بحقه؟ يعني مو الحق ممكن ممكن الحقوق لا يمكن ان بلد ما عنده حق يحافظ على قوات عسكريه تابعه على الحكومه، وين حقه يعني؟ لا هذا ما اعتقد يعني هي يعني هذه هروب من المسؤوليه، مع احترامي هذا هروب من المسؤوليه، من عمليه استدعاء وتبيان شديده اللهجه بحق السفيره. طيب هذا هروب من المسؤوليه الدبلوماسيه والسياسيه. بالتالي هو هذه البيانات وهذا يعني للاسف ركاكه المواقف السياسيه وتشتتها يعني هذا اللي خلى الساحه العراقيه اليوم طائرات تركيه تقصف، امريكان يقصفون الى اليوم. يعني اشاره مهمه هذه، الى اليوم اكو قصف امريكي بشمال العراق، عفوا تركي شمال العراق. اي بالتالي هذه الاتراك سبب هو تخادم مع الامريكان، لان يعني الامريكان ما سمحوا للعراق انه يمتلك قوه جويه ولا رادارات ولا تسلح. بالتالي
الاتراك يدخلون ويخرجون، بالتالي نحتاج الى موقف اقوى وموقف حقيقي من الحكومه العراقيه والقوه السياسيه الفاعله بالعراق. انا اشكرك الاستاذ واثق الجابري الباحث في الشان السياسي، وكذلك اشكر الاستاذ مفيد السعيدي الباحث في الشان السياسي على كل هذه الايضاحات والمعلومات. شكرا لكم ضيوفنا الاكارم. وقبل لا اختم انا اقول انه وبعدين، يعني هذا السؤال اكيد اليوم كل عراقي يساله، يوميه شهيد، يوميه قائد عسكري، يوميه مقاتل من ابطال الحشد الشعبي، يوميه مواطنين ابرياء باعتبار القوات الامريكيه اليوم تستهدف مواقع للحشد هي موجوده داخل المناطق السكنيه، بالتالي الكل معرض لهذا القصف ومعرض انه يقدم نفسه شهيد في مقاومه هذه القوات المحتله، سواء في الطيران او حتى في العمليات اللي تجريها القوات الامريكيه بمنظوماتها السيرام وغيرها. الحكومة العراقية أعلنت أنه التحالف الدولي هو من قصف، بيانات نسمعها تتوارد حاليا وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، كلها بيانات رفض واستنكار ويعني رفض لهذا الاعتداء، وبالمقابل ماكو أي شيء يعني من الجانب الأمريكي كاعتبار لهذه المواقف. نحتاج إلى موقف سياسي واحد وموحد وموقف عسكري اتجاه القوات الأمريكية واتجاه من يدعم الجانب الأمريكي. التجربة والدليل أثبت أن الأمريكان ومن يلتف حول الأمريكان ما يفهم اليوم لغة السياسة ولغة التفاهمات. نحتاج إلى موقف شجاع أكثر بقادم الأيام حتى نوقف هذه السلسلة من اعتداءات الأمريكية بحق أبناء الشعب العراقي وبحق المقاومين العراقيين الأبطال. الله يرحم الشهداء، شهداء العراق، شهداء الحشد الشعبي، وكل الشهداء اللي قدمهم هذا البلد في سبيل مقاومة هذا المحتل الغاشم. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.